يبدأ رمضان. رابطة الطلاب الأكاديميين غراس اللقية نظمت أمسية رمضانية بعنوان خير البهاء في المركز الجماهيري، تضمنت موعظة قصيرة وهادفة مع الشيخ سليم أبو دحل. أمسية خير البهاء للطلاب الأكاديميين في اللقية. الرابطة هي جسم مستقل تعمل دعم الطالب الأكاديمي في اللقية داخل البلاد وخارجها. نحن نشكر أيضا مركز الجماهيري لاستضافتنا لهذا اليوم، وشكرا لكم. طبعا احنا افراد رابطة غراس نشتغل على الموضوع تقريبا من اسبوع، حضرنا توزيعات اللي فيها شوية تمر واشياء، حضرنا طبعا صندوق للتبرعات يعني نعطيه للناس المحتاجين، وحضرنا صندوق اقتراحات اللي احنا نستنى من طلاب الاكاديميه الفلقيه يكتبوا اي اقتراح هم ودهم اياه لغراس. القائمون على الأمسية أكدوا أنها تأتي ضمن الفعاليات التي تقوم عليها الرابطة من أجل التعارف فيما بينهم في بلدة اللقية وضواحيها. اليوم هو كان عبارة عن أمسية رمضانية، الهدف هي تقوية الرابطة الاجتماعية بين الطلاب الأكاديميين. كان عندنا فعالية حلوة اللي هي حطينا صندوق اللي هي عبارة عن اقتراحات، كل واحد بيقدر يحط الاقتراح اللي بنقدر نسويه لقدام. أنا بستغل هذه الفرصة وبحكي لكل رمضان كريم من رابطة غراس. بالنسبة لي هذه خطوة جدا ممتازة، إنها من طلعت من طلاب أهل اللقية، وعن جد بشكر كل القائمين عليهم وبتمنى لهم التوفيق والنجاح ورمضان مبارك. الرابطة التي تهتم بكافة الطلاب الأكاديميين البلدة في جامعات البلاد والخارج أنهت أمسيتها بمسابقة بين الطلاب عن التاريخ الإسلامي والقرآن الكريم.